تابعنا معكم مشاهدينا حالة سعدية مثل ما شفناها في التقرير، أجرت هذه العملية بنجاح وهي موجودة معنا في الاستديو. معنا سعدية وأيضا معنا والد سعدية مستر أحمد، ويلكم تو اور بروجرام، حياكم الله. كذلك معنا دكتور، ما زال معنا الدكتور فهيم والدكتورة منال. دكتور، مثل ما ذكرنا في بداية حلقتنا أن سعدية تقدمت للعلاج وأجرت لها هذه العملية رغم أن عمرها 16 سنة، كان في تخوف من عدم استجابتها لزراعة القوقعة وللعلاج، لكن لأنها تتصف ببعض الصفات اللي هي ذكية طموحة، هذا الشيء شجعكم يمكن. بالضبط كده، استعدادها كان كويس، والحقيقة التحليل السمعية الأولانية كانت أثبتت أنها غير قادرة على السمع، ولكن حماسها وحماس الأب ليها مع استجابتها الأساسية للتفهم ومحاولتها للتقاطب التواصل بواسطة الصوت شجعنا أن احنا نعملها، وفعلا قمنا بالعملية دي أظن من 9 شهور، مش كده؟ 9 شهور؟ لا، من شهر اثنين، فما بالك فترة بسيطة جدا. أنا آسف، أنا أعتذر، شهر 2، أنا شهر في فبراير اللي فات، فهي فترة قليلة جدا إن احنا نقدر إيه اللي هيحصل لها في المستقبل، لكن حتى مع إنها فترة قليلة إن الاستجابة الأولية ليها كانت متلجة الصدر، وفعلا يعني نتائجها زي ما تشوفي من الأهل. نعم. إن هم أضافت وأثرت حياتها بصورة واضحة. أكيد. أنا بسأل والدها how she is doing now. سعدية. She is improving a lot. And I was so excited when I heard few words from her mouth. My name exactly now she can pronounce my name. Her brother's name, other lot of words which she was not able to speak before, now she's speaking and she's improving well. And as per speech therapist, that she say as she improving within this 2 months, she did not see most people are those are went through this 6 months, 7 months, they are improving like this, but she's improving very fast. أرجع وأسأل الدكتورة منال، حسيتوا في صعوبة في تقبل سعدية لدروس التأهيل؟ لا بالعكس، يعني هي حتى كمان أول ما جينا نبرمج لها الجهاز كانت متفاهمة جدا، فاهمة أنا بقول لها إيه، مع أن هي واخدة على لغة الإشارة بس فاهمة كويس أنا بقول إيه، وقادرة تميز قوة الصوت، ودي اللي ساعدنا أن إحنا نعمل لها البرنامج وتوصل لمرحلة الاستجابة بكل سهولة. هي ما استخدمت السمع الخارجية من قبل يعني؟ لا، هي استخدمتها فترة صغيرة خالص، وبعدين يعني ما لاحظوش فيه تقدم كتير فشالوا منها الجهاز، فقعدت مدة، قعدت مدة كام سنة ما بتحطش السماعات. احنا طبعا ما نقدر ناخذ النتائج او الاستجابة السريعة منها لان من فترة بسيطة بدأت دروس التأهيل والعملية ايضا، لكن مستر احمد you can ask سعدي anything. Yeah, I can ask. Just your name, what is your name? आपका नाम क्या है? सादिया. What is my name? मेरा नाम क्या है? सरफराज अहमद. What is your brother name? भाई का नाम क्या है? मामा. मामा नहीं, मामा नहीं, भाई. भाई. नो, बिलाल और जिशान भाइयों के नाम. बिलाल. नो, भाई का नाम बताओ ना. बिलाल. मुनान. अदर. अरसलान. 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 जीशान. और how you when someone will come, how you will treat, how you will say assalamu alaikum. No, जब मैं आता हूँ घर पे, मैं आता हूँ ना काम से, तो जब मैं घर में आता तुम क्या कहती हो? अस्सलामु अलैकुम कैसे कहती हो? सलाम. सलाम कैसे कहती हो? सलाम बेटा. अस्सलामु अलैकुम. Assalamualaikum. Salam नहीं लेती? Assalamualaikum. हाँ. صح سمعتها. Assalamualaikum कहती हो ना घर पे? और मुझे चीजों के नाम भी बताती हो? أمبن. Apple. هي معتمدة شوي على ال. और. Lip reading على الشيء. رأيت الشيء في دلوقتي. Sorry. Fish. Fish. Okay. और. बोलो. Burn. Fan. Knife. Knife. What are words she's picking in English? دكتورة أنت ذكرت يمكن الصعوبة لأنها معتمدة على لغة الإشارة. لغة الإشارة وهي معتمدة دلوقتي في مرحلة إن هو بيحاول يساعدها بالشفايف مع الكلمات. وهذا صح؟
طبعا صح في مرحله التاهيل، بس تدريبات التخاطب بتبقى من غير قرايه الشفايف، وزي ما قلت لك بنحط صور ونقول الكلمه، فهي بتركز على الصوت اللي داخل وتبتدي تتعرف. طبعا كونها انها في شهر، لان هي لابسه الجهاز في شهر اول شهر 4 تقريبا، يعني شهر واحد تقدر تميز الاصوات، دي كويسه جدا بالنسبه لنا، خطوه حلوه جدا بالنسبه لها على عمرها كمان. انتوا الحين يا دكتوره بامكانكم تحددون الفتره اللي محتاجتها للتاهيل؟ احنا عاده البرنامج بتاع زراعه الكوكب بياخد سنتين تاهيل معانا في المستشفى، ده تبع العمليه كلها، بس في مراحل بنقول مثلا المرحله الاولانيه بتاخد مثلا شهرين ثلاثه عبيت ما تميز، لما هي توصل للمرحله دي في خلال شهر يبقى معناها ان هي ماشيه بخطى سريعه، فبنقدر نميز تطور الطفل مرحله بمرحله. شو ما كانت لهجتها او احنا بنديها التدريب بالانجليزي. بالانجليزي. بالانجليزي لانها تتكلم، ذكر والدتها تتكلم الاردو، لكن لكن بيبقى الوالده بتبقى معاها في الجلسه فبتاخد التعليمات وهي بتترجمها للغتها هناك في البيت، ما احنا ما نقدرش نقدر نديها يعني بمختلف اللغات. يعني انتقل للدكتور فهيم واسالك على ماذا تعتمد نتائج زراعه القوقعه اذا كانت ايجابيه، على ماذا تعتمد؟ زي ما سبق قلنا بتعتمد اولا على ان كان العصب موجود ولا لا، القوقعه السمعيه لو هي متضرره بقالها قد ايه. يعني لو يعني انا دايما بشبه الموضوع ده للناس، بقول لهم تخيلوا ان رجليكم في جبس لمده 3 شهور، وبعدين تخيلوا نفس الرجل دي في جبس لمده سنه، وتيجي فكيتي الجبس بعد 3 شهور الحركه بتسهل بسرعه، لكن بعد سنه تقريبا بيحصل دمور في العضلات وبتبقى مشكله انك تحركيها وتجري بيها اصعب. فنفس الحكايه القوقعه التي لم تظهر في فتره مبكره يبقى صعب انها تظهر وانها بسهوله، فكل ما بكرنا في السن كل ما كان افضل. ويمكن شفتي حضرتك يعني يعني بعض الامثله او بعض النتائج اللي احنا شفناها، فدي حاجه. الحاجه الثانيه اللي بتعتمد عليها الطفل ذات نفسه او المريض ذات نفسه ومدى حماسه، السبورت بتاعه اللي بيلاقيه من العيله، لما بيلاقي عيله سبورتيف زي العيله اللي عند سعديه دي بتبقى حاجه كويسه وجميله، لان بتحس ان احنا كلنا كفريق بنشتغل عشان نوصل للنتيجه دي. لكن لو ام مهمله او اب مش سائل او حاجه زي كده، البنت نفسها ممكن تخش في يعني في عزله واضطرابات نفسيه بتتاخر من النتيجه او بتسيء النتيجه. فالعوامل اللي هي الطبيه، القوقعة والأعصاب، العامل الذكاء، معدل ذكاء الطفل، وإن كان في عنده إعاقات تانية، فمثلا لو كان يعني عنده إعاقة في السمع أو في النظر بالإضافة ليها بتزيد ليها، السبورت بتاع العيلة، وطبعا كفاءة الفريق التأهيلي اللي بيبقى موجود في تعديل السماعة وضبطها والتخاطب. في ممكن مضاعفات تكون او تطرا على الحاله مستقبليا في المستقبل؟ مضاعفات في الدنيا كلها، ما فيش جراحه في الدنيا ما فيهاش مضاعفات. اي جراح يقول لك الكلام ده يبقى مش ما متخرج امبارح او ما بيقولش الصدق 100%، لكن مضاعفاتها محدوده ومقبوله. في مضاعفات جراحيه بالنسبه ان مثلا لو كان في اثناء الجراحه نفسها، وفي جراحات نتيجه التهابات ممكن تصيب الحلزون الالكتروني بعد كده. نسبه المضاعفات ضئيله بالمقارنه، الحمد لله نشكر ربنا ما عندناش حالات مثلا ذكرت فيها الحاجات، بس الحاجات مذكوره في الكتب ولازم المريض يعرفها، ان انت بتعملي فتح في قاع الجمجمه بتقتربي من مناطق حساسه زي جهاز التوازن، العصب اللي بيحرك الوجه، الجوره اللي هي الغشاء اللي بيغطي الدماغ، انت بتوصلي بواسطه بسائل القناه الداخليه اللي هو موصل بالنخاع الشوكي، السائل اللي بيشيل حوالين النخاع الشوكي، فدي كلها حاجات لازم تعرفيها. بس زي ما انت بتقولي
طب الكابتن بيسوق طياره ازاي؟ طب هو بيسوق طياره اه كل يوم في طيارات بتتساء، لكن تقول يا سلام حاجه خطيره. اه هي يعني مهم، بس احنا لو الفريق الجراحي والتاهيلي عنده الكفاءه الخاصه اللازمه والدرب لازم، الحاجات دي كلها بتحصل والحمد لله. يعني نسبه المضاعفات عالميا مش بس عندنا قليله جدا، فالجراحه الحقيقه اثبتت مكانتها تاريخيا وفي عالمنا وفي العالم الخارجي. نعم، انتقل الدكتوره منال وتحدثنا عن دور الاسره المهم جدا في نجاح التاهيل، والحمد لله احنا شفنا والد سعديه وامها ايضا حريصين جدا عليها وهم متواجدين اليوم، هذا اكبر دليل. كيف شفتي تفاعلهم مع سعديه خاصه في فتره التاهيل؟ لا هي من اول ما جم بصراحه، من اول ما عملنا لهم الفحوصات السمعيه واحنا حاسين ان الاهل سبورتيف ليها جدا ومساندينها جدا، وحتى شرحنا لهم ان فيها تجد صعوبه اولا لان سنها كبير، ثانيا لانها ما لبستش سماعه لمده طويله. الاهل كانوا متفهمين، البنت متفهمه، من اول ما حطينا اول يوم الجهاز البنت فرحانه عايزه تلبسه طول الوقت. قلت لها اي مشكله عندك بتقولي لبابا وبيجوا يقولوا لي. جت بعد اسبوعين الصوت واطي، علناه لها شويه ابتدت تستجيب للصوت. يعني بنت بتدينا صوره واضحه جدا عن مشاعرها عن احساسها بالصوت، ودي في حد ذاته بيساعدنا كتير ان انا اقدر اعلي الصوت اوطي الصوت شويه. وزائد ان الاهتمام الاهل لما يجيبوا لي كل اسبوع ورقه ويقولوا لي مثلا تلبس الجهاز المده الفلانيه، استجابت للصوت الخفيف، لا الصوت الخفيف ما جابتوش، يعني عارفه مفارقات الصوت دي بيديني اهتمام وانا نعم. بقدر اظبط الجهاز نعم. طبعا كاني انا مش بتجيلي ربع ساعه مثلا او نص ساعه في العياده، كاني قاعده معاها الاسبوع خطوه بخطوه كل ملاحظات بتدونها، دي بتديني مساعده ان انا ان هي تنجح في اصلا في لبس السماعه، وان انا كمان انجح ان انا اظبطها. وهذا اكيد بسبب تفاعلها وتفاعل ايضا اهلها. انا بنتقل ايضا مستر احمد اساله عن سعديه، وات سعديه ويش تو بي ان ذا فيوتشر. Actually, she's first of all she would like to go for study, and before surgery she was in eighth grade, eighth standard, but that was in sign language school. So now we will not send to her sign language school. So now she will go regular school, and first of all she would like to complete study, and as per her wish she want to be teacher for those kids. Those are like her. She want to teacher for them. ماذا دكتورة إذا كنت حاب وأنت مقيم لحالتك إذا حاب تسأل؟ That's a very noble thing. That's a very noble thing that you. I just want to thank you as a family because you are very supportive, and I hope that all Sadia's wishes will come true, and no small feat that you and your wife are doing, and we as a team we are happy to have parents like you with honors. Doctor, really, we also would like to thanks Sharjah TV, all of you and people of UA. Those did great help for me. I went through a long struggle to anyone because it is very costly operation, and nobody can afford. I because whatever I was earning, it is spending for their education. And when I come to know, and when I come to hospital, and you guys suggest me go through this way, and it was great help. And I really would like to say thanks, Sharjah TV, and doctors, and all people of UA. Those did great help. Hello. She also very thankful for you. Thank you. أنا حابة أسأل الدكتور أيضا سؤال مهم اللي هو هل فعلا ممكن تكون للقوقعة صلاحية محددة؟ كثير من الناس تسأل هذا السؤال. القوقعات الداخليه انت في عارفه حضرتك في جزئين انت قسمتنا اياها جزء داخلي وجزء خارجي. الجزء الداخلي في بعض لا يعني صلاحيته بيفضل يعني المفروض على عليه ضمان 10 سنين على الاقل. اوكي الجزء الداخلي في شركات بتخلي تطوره يحصل من خلال الجزء الخارجي بواسطه برمجه سوفت وير بيديلك برمجه. في السابق بعض الشركات لما طورت التقنيه بتاعتها احتاجت انها تشيل الحلزون القديم وتركب حلزون جديد تاني، لكن دلوقتي تداركوا ان دي مشكله لازم ياخدوا بالهم منها، واصبح كل التطور اللي ممكن يحصل، لان احنا بنتكلم مش بس على ان الجهاز يبقى ما يقربش، احنا بنتكلم كمان لو كان في تطور في البرمجه او في الطريقه اللي بيتحول بيها الصوت
الى موجات صوت الى موجات كهربائيه تثير المخ بصوره كويسه. فكل يوم في تطور في في في, في البروسيسور بيسموه اللي هو المبرمج اللي بيحول الموجات الكهربائيه. فكل فالتقنيات الحديثه كلها دلوقتي اغلبهم بيحاولوا ان هم يعملوها من خلال السوفت وير الخارجي, بحيث ان انت لما تركبي السوفت وير الخارجي ممكن تو ابجريد ات, زي ما يبقى عندك الكمبيوتر نفسه والسوفت وير بتحسن, يعني بدل ما يبقى اكس بي بتعمليه فيستا او من فيستا بتعمليه وهكذا, نفس الفكره. بس احيانا بالنسبه للسماع الخارجيه احيانا تتلف, واحنا مرت علينا حالات ان خاصه الاطفال الصغار ما يقدرون يحافظون على السماعه الخارجيه. عندنا حاله راح نعرضها بعد شوي, رنيم كلت السماعه, وكان عندنا حاله سابقه لطفل ايضا اتلف او كسر السماعه الخارجيه. تعطون نصائح للاهل على كيفيه المحافظه على السماعه؟ طبعا اول جلسه بيتركب فيها الجهاز لازم تبقى موجوده الام والاب. طبعا الطفل ما بيبقاش, وبالذات احنا بنواجه صعوبه في الطفل اللي مش لابس سماعه قبل كده, يكون مش متعود عليها, مش متعود على حاجه على ودانه. لكن اللي لابس سماعه ما بيواجهش صعوبه قوي الا بس تغيير البرامج, ما يلعبش في الزراير. بيبقى معانا كتالوج بنديهوله, بنشرح له قطعه قطعه, بيستلم قطعه قطعه ونقوله ازاي يحافظ على دي وازاي يحط دي. والجهاز اصلا ليه بيجي معاه علبه مخصوصه ازاي يشيلها بالليل, تمنعها من الرطوبه. كل التعليمات دي بياخدها على مدى جلسه جلستين, ومعاه ارقام تليفوناتنا. اي خلل في الجهاز في اي وقت في النهار بيقول لنا حصل كذا, بيغير كذا. فكل التعليمات بياخدها الاب والام, ما بيخرجوش من اول جلسه بياخدها الا لما يبقى عارف كل حاجه عن الجهاز. زائد ان في كتالوج كمان بيقدروا يقروه لو نسيوا حاجه من ال, لو كان الطفل كبير شوي, يعني مثل سعديه في تقبل يكون الجهاز خاصه الجهاز الخارجي يعني؟ طبعا. ولا في بعض الاطفال حتى لو كانوا كبار ما يتقبلون؟ شوفي, هو احنا برضو انا ما اقدرش اقولك ما فيش, هم معظم الاطفال هم اللي بيتعبونا شويه, وبالذات اقل من 5 سنين. لكن بالنسبه للكبار ما فيش حد لما بيحس باستفاده من السماعه بيكرهها, بالعكس بيحافظ عليها. صحيح. جدا. بتواجهنا بعض الحاجات بقى اللي هي ايه, الكوزموتيك شويه, اللي هي التجميليه, ازاي ادير الحته دي, ازاي انزل شعري. ودي معظم الجهاز ابتدى يبقى صغير, ابتدت تبقى فيه بطاريات صغيره فما بقاش حجمه كبير, بيدار تحت الشعر يعني. بس في معظم الحالات اول ما بيحسوا بالفايده بتاعه الصوت ما بيلتفتوش على الجهاز اللي محطوط ابدا خالص, ولازم يحافظوا عليه. لازم يكونوا لابسين الجهاز السماعه طول اليوم. طول اليوم بيلبسوا. بالمناسبة احنا جرينا استفتاء عندنا في القسم عن وبعتناه لكل اللي عملنا لهم الجراحة, والاستفتاء كان فيه عدة أسئلة. من ضمن هذه الأسئلة هي هل يعني هيحصل ايه لو انت الجهاز معك خرب؟ اغلبهم كان مستاء وكان عاوزه يرجع تاني بسرعة. كان ضمن الاستفتاءات هل تنصح صديق لك بإجراء هذه الجراحة, ولم يأتي واحد سواء كان سن كبير أو سن صغير يقول لا أنا لا, يعني كلهم وافقوا أن هم ينصحوا أصدقائهم المصابين بنفس الإعاقة السمعية بإجراء هذه الجراحة؟ ودي حاجة تثبت أن هم فعلا حتى لو تخاطب في مشكلة أن هو أثر حياتهم بالقدر الكافي اللي بيخليهم يقولوا لا أنا دي حاجة أعملها, لو مش عملتها أعملها, وهاتني على يعني هنصح أصدقائي إن هم يعني يشجعون أصدقائي على عمل هذه العملية. فالاستفتاء عملناه عليهم كلهم عشان نشوف هل يا ترى في حد مثلا ندم إنه حطها أو ما ينصحش. ما فيش حد هو ندم, ما اعتقدنا في ندم. وسمعنا كثير من أهالي الأطفال اللي أجروا هذه العمليات, لكن في بداية قبل إجراء العملية يكون في تخوف يعني. سمعنا من كثير من الأطباء أن كثير من الناس يكونوا بالفعل أطفالهم بحاجة إلى إجراء هذه الزراعة, لكن ممكن يغيبون سنة عدة شهور, يفكرون في الموضوع أكثر من مرة, يكون في تخوف. دي مصيبة الحقيقة. هذه تعرفها كثير. لأن بالعربي الفصيح كده ده في رأيي أنا إهمال. لأن أنت كل شهر بتؤجل هذا القرار, أنت بتؤجل يعني زي ما قلنا حضرتك في فترة حرجة بيسموها the critical stage, اللي هي من سن من واحد لأربعة أو من واحد لستة, عشان الطفل يتحط له سماعه يعني عشان الطفل يتكلم بصوره طبيعيه لازم تتحط له السماعه في الفتره دي. بعد الستة
مش هيتكلم بصوت، زي ما انت شايفه سعدية ما بتكلمش بصوت طبيعية، وان ان شاء الله هتتكلم احسن بعد سنة او سنتين، بس هيبقى في لسه في مشكلة في البطن. ليه؟ لانها ما اتغرزتش في المرحلة اللي هي الكريتيكال ستيج اللي بيبقى المخ فيها لسه مستعد ان هو يستوعب حاجات جديدة ويتأقلم ويكون اتصالات شبكية في الجهاز العصبي المركزي تساعدهم ان هم ينتقوا اسهل. ف من فضلك لا تؤجل، يعني كان ده دي رجاء لكل أهل عندهم طفل. وبعدين في حاجة تانية، إن في بعض الأطفال مثلا اللي عندهم التهاب السحائي، التهاب السحائي بيعمل مش بس فقدان في العصب، ده أحيانا ممكن إنه يخلي القوقعة السمعية تتكلس وتنعدم فيها الفجوات اللي ممكن نغرسها فيها ويبطل في صلاحية غرز القوقعة السمعية. يعني ده نداء خاص ليا لأي أهل عندهم طفل جاله التهاب سحائي وفقد السمع، رجاءً 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 لا تؤخر. المفروض يتعمل في ظرف أيام أو أسابيع مش شهور، لأن كل ما تأخرت كل ما تقفلت القوقعة السمعية وتقريباً أغلقت على نجلك فرصة أنه هو يستفيد من هذه التقنية. وهذا كثير مرت عليكم كثير أكيد من الحالات اللي الحمد لله مش كثير قوي، بس فيه يعني وبتحزن أنك أنت بتشوف الطفل ده بتقول يخسر لو القوقعة دي مفتوحة كان الطفل ده. لكن المرض اللي هو التهاب السحائي ده بيكون كلس داخل القوقعة وبيقفلها تماما وبيلغي الفايدة اللي كان ممكن يحصل عليها الطفل ده انه تطور طبيعي، لان اغلبهم بالسماعة ممكن يروح مدارس طبيعية لانهم كانوا بيسمعوا قبل المرض والمرض اصابهم ففقدوا السمع. فده لما بتحط القوقعة السمعية بسرعة ممكن يخش الفصل بتاعه. وفي دول انصح انهم يتعملوا، يعني لو كان في الاثنين يتعملوا في الودنتين، يعني دلوقتي بنعمل نغرس في الودنتين، وده هو الاتجاه الحديث ان نكتشفوا ان الفايدة المرجوة من غرس قوقعة في الودنتين افضل من غرز قوقعة في ودن واحدة. زي ما كانوا زمان بيلبسوا مونوكل على عين واحدة، اكتشفوا ان لما يلبسوا الاثنين الفايدة مش بس مضاعفة، الفايدة فيها افادة في العمق وهكذا. طبعا في ختام لقائنا نشكر الدكتور فهيم تادوس استشاري جراحة انف واذن وحنجرة، شكرا لوجودك معنا اليوم يا دكتور. وكذلك نشكر الدكتورة منال جرجس وهي طبيبة امراض السمع، شكرا لحضورك. كذلك كنا اكيد سعداء بوجود سعدية معنا اليوم ووالد سعدية، ثانك يو فيري ماتش. مشاهدينا الى ان نلقاكم في الاسبوع المقبل باذن الله، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، الى اللقاء.